متتبعي قناة سان فاسباريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نرجعوا للملف تاع المدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء. خلال السنوات الأخيرة كان البعض تيشبه ملف المدينة القديمة بالدار البيضاء بالمسلسلات المكسيكية والتركية، ولكن يظهر أن الملف هذا والمسلسل تاع المدينة القديمة تجاوز هذه المسلسلات المكسيكية والتركية يعني بسنوات ضوئية، على اعتبار أن لحد الساعة ما كايناش واحد الرؤية تدل أن الحل قريب. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف سي جواد رسام، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوت مدينة الدار البيضاء. سي جواد مرحبا بك. شكرا على الاستضافة اخوان في موقع انفاس بريس. سي جواد، كل ما اقترب يعني فصل الخريف وفصل الشتاء وترجعتك الموضوع تاع المدينة القديمة، البعض يقول لك المدينة القديمة تشبه واحد القضية كثيرة ما تمش الحل ديالها. علاش المدينة القديمة والمشاكل تاع المدينة القديمة خاصة دور الى السقوط ما قدرناش نلقاو الحلول ديالها لحد الساعة؟ وفعلا النتيجة كتقول لنا بأن ما كاينش حلول. النتيجة لأن الواقع اللي حال المدينة القديمة سواء داخل السور أو خارج السور، والمآل اللي كاين الآن، الوضعية الكارثية اللي كاينة والكآبة اللي كاينة، تم ما علينا إلا نقولوا بأن ما كاينش هناك حلول. وحنا دابا هذه فايتة واحد 30 ديال السنوات وحنا باقيين في بلاصنا، بحال شي مسلسل من المسلسلات المكسيكية الطويلة اللي كتلقى فيها واحد 2000 3000 حلقه. احنا باقيين فيها دابا، احنا اكثر احنا اكثر من المسلسل المغربي خصنا نقولوا حنايا المسلسل. دونك هنا خاصه الا غنقولوا بان غياب رؤيه حقيقيه، وخاص واحد قرارات اللي غادي تكون حاسمه من طرف جهات معينه. اما القيمين الان على تسير الشان المحلي ديال الدار البيضاء سواء اللي كانوا او اللي كاينين الان، فانا تنقول بان ما غيمشي يمكن لهم انهم يحلوا هاد المشاكل هذه ديال المدينه القديمه. وفين كاين المشكل بالضبط في المدينه القديمه؟ الا بغينا نبسطوا للناس اللي متبعين الفاس بريس، اشني المشاكل اللي خلات هذا الملف يروح المكانه ديالو منذ سنوات طويله؟ هو ما غاديش نلومو واحد جهه معينه، لانه هو الموضوع هو متشعب جدا. واش كاين في العائلات المركبه؟ واش كاين الناس ما عندهمش فلوس؟ فين كاين الاشكال؟ كاين في كل شيء، كل جهه عندها النصيب ديالها من هذا الملف هذا، والنصيب السلبي. غادي نبدا بالناس اللي فكروا ان اساس ان يديروا عمليه ديال الترحيل، وعمليه ديال الناس اللي داروا عمليه الترحيل واللي اليبوكو كانوا حسبوا في الجانب هذا كون داروا ترحيل جماعي بواحد الشكل هذا من الاحصاء اللي كاين اللي كان ديك الساعه. دابا هذوك الوليدات اللي حصيناهم واحد سنة الان راه ولاو مجوجين ووالدين تما، راه داروا لنا واحد الدائره ديال التبرع العائلي ولاو حتى هما كيهضروا بعض، انا يا والد فين غادي نمشي؟ فين غنمشي؟ سيغتو هما كيسكنوا مع والديهم. ما غاديش يمكن لي الا نهضر انا من الجانب الاجتماعي، وغنكون الا من الناس مع هاد الساكنه هذه، لان ما يمكنش نقول لك عاوتاني يمشي يخرجوا يدبروا راسهم. خاص الدوله تحمل المسؤوليه ديالتها وانها تقوم بعمليه ديال تسويه الوضعيه بواحد الشكل من الاشكال، وتخرج بهذا الجانب حتى الوضعيه الاجتماعيه وضعيه كارثيه تما، لا من ناحيه السكن ولا من ناحيه الايواء ولا من ناحيه حتى المعيشه في ديك الاماكن هذا خارج الصوره. كنشوفوا بحال مريحين في واحد المدينه دمرت بحال شي زلزال. شي دابا داكشي اللي كنشوفوا في الزلزال في الحوز، هادشي تهضر على خارج الصور. خارج الصور زلزال اللي كاين في الحوز راه بحالنا كنشوفوا تما، ملي كتدخل اي واحد يمشي يدي كاميرته ويسجل تما يقول راه حنا في الحوز. اما داخل الصور فهناك عاوتاني لوبيات اخرى تتحكم في هذا الملف هذا. هاد اللوبيات هو ان ديك الاماكن اللي كنعرفوها ان المدينه جا فيها تدخل ملكي ومشروع ملكي بمبالغ كبيره. الان حنايا في المرحله الثالثه فهاد المشروع الملكي اللي تخصصت له واحد 300 مليون ديال الدرهم، ولكن كنشوف راسنا حنا الباقين. يمكن ان كاين التفاته كبيره ديال صاحب الجلاله، ولكن القيمين الان هما اللي فيهم الاشكال، ما حاولوش ان الوتيره. كنشوفوا بان الدور الى السقوط تما وما تعاملوش معاه بواحد الشكل. كنشوفوا بان كاين مجموعه من القرارات ديال الهدم اللي تعطات اللي دارت المقاطعه. غير حنا مثلا على سبيل المثال في الاونه الاخيره يعني في الولايه ديالتنا، الرئيسه سينات واحد ما يزيد 750 قرار ديال الهدم. ولكن تهدمت منهم اللي جمعوهم واللي سميتو هي واحد 50. الور هنا كيف كاين انا واش الجامعه تبقى واش المصير مثلا لا قدر الله وقعت شي يعني شصبات بزاف ولا هادو وربو تقدر، شكون الجهه اللي تتحمل المسؤوليه؟ وشكون الجهه اللي تحملت المسؤوليه في الناس اللي ماتوا شحال هادي؟ راه هاد الناس ما بقاوش كيتعاملوا مع الناس بواحد الشكل زعما من جانب انساني. راه حتى كتوقع يمكن واقيلا المجتمع المغربي ولا كينسى دابا هادشي اللي بداو هاد المسؤولين، ولا فاهمين بان المجتمع المغربي ولا تينسى.
لان طلعوا كوارث كبيره وكثيره ومشاو فيها ضحايا ولكن ما كاين حتى شي محاسبه شفناها. يمكن الناس كيقولوا الطرا اللي طرا وما كاينش محاسبه لان كل واحد اش كيدير. يلا خدامين في لي بروسيدور، كل واحد كيخلي مسؤوليته في الوراق. السلطه كدير انا تنسي اللي قالك هذا السلام عليكم حيت مسؤوليتي كتعطيها له كتقول له ديال الافراغ. السلطات ما كتمشي كتقول لهم خاصكم تخرجوا وكاينه الصعوبه راه خليت ملي كتجي شي مسؤوليه كل واحد كيجبد وريقاته انا درت ولكن شكون هو اللي كيتحمل المسؤوليه وهو الضحايا سواء الوليدات سواء الاباء سواء ديك الظاهره اللي ولات في هذيك المنطقه. شحال تقريبا من الحي ولا الدرب اللي معرضين للهدم؟ منازل المعرضه اللي هناك منازل كثيره. دابا حنا كندورو وكنجولو ما عندناش احصائيات رقميه دقيقه لان داكشي غادي كيزيد كل مره تيبان لنا بان هناك بعض التصدعات في بعض المنازل خصوصا مؤخرا راه داروا لجان كيناقشوا دابا كيشوفوا تاثير هذا الزلزال الاخير على 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 الدور العائله السقوط ولا الدور. كان شي تاثير كان شي تاثير ويقال ان هناك تاثير ولكن انا باش نكون اكثر عملي خاص هناك خبره ديال المختصين اللي خصهم يقولوا لنا هادشي. هما الا تبعتي الساكنه راه كاين اللي يجي يقول لك انا راه تاثرت طمعا في في في, في شي تعويضات ولا شي حاجه. حنا تنعرفوا بان باش علاش قلت لك قبيله راه كاينين كلشي مترام راه كاين من بعض الساكنه اللي كيهز مطرقه ويضرب للدار يبدا يدقدق فيها باش يقول لك انا الدور عايل السوق خصني نتعوض. وهذا حنا كنعرفوا هذه الحاله وكاينين فعلا من الساكنه المتضررين واللي باغيين يخرجوا ويتحولوا ولكن لاقين صعوبات صعوبات مختلفه يمكن نجيو فيها من بعد ونقولوها. كاين المشكل البعض يقول لك بان المشاكل اللي تتعرف هذا المشكل تاع المدينه القديمه وتهدرتي على الناس يعني الناس رافضين هذه الفكره تاع الانتقال الى منطقات اخرى، علاش انه ولفوا المدينه القديمه ولفوا كل شيء قريب لهم ولفوا المرسى حداهم، واش هذا الشيء كاين ولا واش باقي حاضر هذا الاشكال؟ اولا المرسى ما بقاتش. يعني هذه الفكره ديال المرسى ما بقاتش. الانتقال من منطقه لمنطقه فعلا كاينه صعوبات. لان البلايص اللي كيديهم لها راه ما فيها والو، ما فيها لا عمل لا شغل لا دراسه لا والو، صافي دير كنهزوهم من واحد قلب المدينه وكنديهم. كان باب اولى لو تكون هناك واحد الاراده ونديروا المنطقه لساكنتها، نحيدوا ديك الناس ونقاوموا في نفس المكان ودارت في شي بلايص اخرى. دارت في شي دولاد نجحات ونجحات كتمشي تحيدهم وكدير عمارات وكتسكن وبالعكس ان الدوله كتشيط لها بزاف ديال العمارات يمكن لها انها ديرها استثمار. ولكن الرؤيه ديال الناس رؤيه غير ذلك، ما داروا استثمار ما سكنوا ناس، ولا عندنا الخراف في ديك المنطقه وحنا ديما تنقولوا بان منطقه سياحيه وغادي يجيو الناس ويجيو التوريست، وكيجيو التوريست يشوفوا شو الدمار، دابا كاين الدمار وجيل كامل. انا راه كنت طفل وانا كنشوف ديك الشيء، ودابا انا راه يعني في النص ديال القرن ديالي ديال سميتو كنشوف بان باقي ديك الشيء وما عنديش كنقول له ربما رؤيه ما كايناش، كنقول يمكن انا غنموت وغنشوف ديك الشيء. الحل ما تتشوفوش بانه قريب؟ الحل بعيد بزاف. الحل بعيد بزاف لانه ما كيبانش. وكاين فرق ما بين يعني المشاكل داخل صوره المدينه القديمه والخارج ديالها ولا الوضعيه تتشابه؟ وهي الوضعيه كتشابه غير هو الفرق بيناتهم هو من ناحيه ديال الثمن. كاينين ديك التعويض اللي كيتعطى داخل السور ماشي هو التعويض، خصهم اولا يساووا هذا الجانب هذا. ثانيا خصهم المسؤولين والقيمين يوجدوا واحد السيوله ماليه حيت كاين الناس اللي باغي تعطيه مثلا واحد المبلغ الكوتيزاسيون ديالته اللي غادي يديرها هو ما عندوش، عطيه انت الكوتيزاسيون ديالك باش يخلي وخليه يمشي يشري سارو تيكري يشري يدبر راسو. وكاينه فئه اللي باغا فعلا تمشي وعندها، وكاينه فئه اللي ما عندهاش فلوس. انا عندنا بعض الحالات الان تنشوفهم وناقشنا تقدر تكون هي الفئه الكثيره باغيين يخرجوا باغيين يخرجوا وما عندهمش ديك 10 المليون باش غادي يمشيو سميتو، والان مجبرين انهم يخرجوا بالسلطه يعني بزمنهم خصو يخرجوا لان تيقول لهم ان الدار غادي طيح. والدار غادي طيح فين غيمشيو هاد الناس؟ عاوتاني خاصها تكون عندنا واحد المقاربه اجتماعيه، خاص يكون عندنا اللي غادي يعالج هاد الملف خصو يعالجو بجميع النواحي ديالو، والا ما نقولوش انا عندنا الدوله. دابا شكون كاينه سونادار وكاينه شركه كاينه سونادار خارج السور وكاينه الوكاله الحضاريه داخل السور. داخل السور ودونك هادو هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديال في هذا الجانب هذا. بطبيعه الحال كاينه هناك لجنه اقليميه اللي كدار، لجنه اقليميه كتعالج هذا الملفات. لجنه اقليميه متكونه من العماله من الوكاله من جماعه من حاضرين فيها انتم كمقاطعه ولا كتكون حاضره فيها المقاطعه لان المقاطعه الان كتمثل مجلس المدينه. كان شحال هذه الملفات او رخص ديال
ديال الهدم كتديرها من جهه المدينه. الان تفوضت الرؤساء المقاطعات هما اللي كيقوموا بهذا الجانب هذا، وهذه اللجنه هذه هي اللي كتدرس الملفات هذه وكتاخذها على جوج ديال، عندنا جوج ديال الحالات، كاين التدخل، كاين التدخل العادي اللي كتكون حاله ما كتطلبش واحد يعني السرعه ديال الدار الى السقوط، ولكن ماشي بديك الاستعجاليه. وكاينين الحالات الاستعجاليه اللي كطي فيها بروسيدور، فيها دي بروسيدور خصهم يتبعوا فيها اللي كتطلب استعجال. واهم نقطه من هذا البروسيدور ديال الاستعجال وهو ايجاد ايواء لهاد الساكنه. وشحال هذه كانت دارت كتدي الناس للمدارس، لو تفتحت هذا الجانب هذا نديروا لهاد الناس اللي في حاله استعجال نديروا لهم فين يسكنوا، لان ما يمكنش تقول لواحد نو تخرج بحالك دبر راسك، هاد القضيه دبر راسك وكذا وهذا راه ما كايناش. خاصهم الحلول، خاص الحلول، والحلول للجميع، تنازل شيئا ما مساكينه، وشويه ديال الجراه الماليه والجراه الاداريه ديال السلطه وديال الوكاله ولا صونا داخل الشركه وديال المنتخب، وبالتالي يمكن اننا نخرج بحلول. الا كان التعنت ولا التجرد، كتهضر مثلا السلطه كتهضر بواحد التجرد كيجيبوا مسؤول معين تتعامل مع الملف كملف تقني وصافي، لا ما يمكنش. خصنا نتعاملوا مع انسان، مع اسره، مع دراسه، مع وضعيه اجتماعيه، مع كذا. وهذاك اللي في وضعيه اجتماعيه عرف راسه بانه راه هو في وضعيه شويه حرجه، خصو يتنازل واحد شويه. المهم هو ضمان كرامه الانسان، خصو نشدو اننا دابا حالات يقولوا خرج فين غيخرج، غادي يدير قيطون ويخرج في الزنقه، وغادي يجي القايد ولا شي واحد يبدا يضرب فيه ولا يقول له خرج بحالك ولا زيد شي حاجه. وهاد المشاكل كنشوفوها يوميا، لا القايد عنده الامكانيات باش يوجد لهاد الحلول، ولا المواطن لقى الحلول ديالو اللي كتناسبه. واخا في حال الهدم المنزل ولا منزلين، بالنسبه للوعاء العقاري شكون تيستغلو ديك الوعاء العقاري؟ سا ديبو على حساب شكون صاحب. غالبيه المنطقه عندنا في سيدي بليوط في المدينه وكذا هي تزينه، واللي ملي كتكون تزينه الارض البقاع الارضيه كترجع للدوله. وهي كثيره الجانب ديك الشاش كنشوفوا في المدينه بعض البقع اللي هي خاويه، او مثلا بعض واش تدير في البقع اللي خاويه؟ هذه هي اللي اديسكوتي، لان ما نقدرش نقول ان نعطي احكام قيمه، ولكن خاصها تدار فيها شي حاجه، يدار فيها جراد، يدار فيها مركبات، يدار فيها شي حاجه ديال التنشيط ديال المنطقه، لان كنعرفوا المدينه القديمه فيها واحد الباساج توريستيك، واحد المسار سياحي اللي تيجيو ليه السياح. يمكن اننا نوظفوا هذا الجانب هذا يمكن، ولكن اللي كانوا ديال مواليها خصهم يعاودوا يبنيوها ويديروها كتماشى وهذا الجانب السياحي هذا. هضرت على الجانب السياحي في المدينه القديمه، الا دخلنا مجموعه من المدن تاع المغرب، خدنا مراكش، خدنا الصويره، خدنا فاس، يعني المدينه القديمه عندها تلعب واحد الدور كبير في جلب السياح. الدار البيضاء ما كاينش هذا الدور هذا. الدار البيضاء تتجبد غير في النيار تاع المنازل في المشاكل، ولكن على وجه السياحيه ما تتلعبش هذا الدور. لا فعلا، هو بلا درتي واحد الزياره في المدينه، مشينا على الاقدام، غيبان لك بان هناك زياره ديال السياح في الهامش ديال المدينه، لان كاين بعض الاماكن خصوصا الا دخلوا من المدينه القديمه وشوفوا الاسوار، وكاين بعض المعالم اللي هي حاولت ان في اطار هذا التاهيل ديال المدينه القديمه ان ترمات وقادات بعض الجوامع، بعض كذا، بعض المرافق، وصولا الى مسجد الحسن الثاني. دونك كاين هذا الجانب هذا، ما خاص غير منزل اهله باش كتاهلوا برياضات، بمقاهي، بمسائل ثقافيه اللي كتعكس فيها التراث الحقيقي والتاريخي ديال المنطقه. وحنا نعرفوا بان المدينه القديمه حتى هي من المدن التاريخيه اللي ديال المغرب اللي حتى هي مسجله وعندها واحد يعني كتدخل في الباتريمون، وبالتالي خاص الحفاظ عليها. اش خاص؟ خاص ناس غيورين على البلد، غيورين على المنطقه، اللي يحاولوا ياهلوا المدينه بالمعنى الحقيقي ديال التاهيل، ماشي بالشكل اللي شفناه سابقا. وانا تنقول وتنعاود بان جلاله الملك اعطى اولويه للمدينه ودخل لها اكثر من 8 مرات، هذا اكبر دليل على انه اعطاها اولويه. ولكن القيمين اللي تعطاتهم المسؤوليه خاصهم متابعه، لان كنشوفوا في لي زيغو ما تحطوش مع هذوك المصابيح اللي كانت حيت كانت بغينا ناس مصابيح يكونوا ديك الشيء بحال اللي كيدير الصبليون الحقيقي وكذا، فداروا لنا ديك الشيء ما نقولش مزور، يعني ديك الكاتريام الكاتيجوري ديالهم الشينوا، كنقول هذا ديال الشينوا، راه الشينوا تيعطيو شي حاجه مزيانه ولكن يعني جوده قليله، جوده ضعيفه جدا. عوض مثلا ما القوادس باش يكونوا عندهم واحد المجرى كبير داروا لهم حجم صغير، هادو بزاف ديال الحويجات اللي كنشوفوا دابا التاثير ديالهم على المنطقه.
سي جواد شكرا جزيلا على قبول الدعوه والمشاركه في برنامج كاسا سيتي. متتبعي قناه هنفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.